نعم الموسم التسويقي يعني تجاوز العتبة 3 ملايين طن، إلى الآن و 3 ملايين طن، ممتاز. وحقيقة التوقعات وزارة الزراعة تشير إلى أن الموسم التسويقي سيصل عتبة 5 ملايين إلى 6 ملايين، نعم وتم معالجة كل الأضرار التي نتجت عن سقوط الأمطار من خلال تشكيل لجنة وزارية حكومية بإشراف السيد رئيس الوزراء تابعت موضوع الأضرار التي لاحقت في الفلاحين والمزارعين ومعالجتها، وهناك لجنة لتقييم الضرر الذي حصل للفلاحين والمزارعين. أستاذ محمد، شلون حيكون طريقة التعويض خاصة بسبب الأمطار؟ يعني هل يحسبون الأراضي وش قد تنتج له؟ شلون راح تكون طبيعة التعويض أو نوعية التعويض؟ هذا الموضوع يعني صح قيمة لجنة حكومية، أعتقد أن وزارة الزراعة والتجارة ومكتب رئيس الوزراء والأعمال العامة نعم والجمعيات الفلاحية راح تقيم حالة الضرر الذي ينتج عن تساقط الأمطار نعم الكبيرة على مناطق البلاد، وفي حين أن محافظات أخرى استفادت من سقوط الأمطار ومحافظات أخرى تضررت نتيجة سقوط الأمطار بكميات كبيرة. يعني توقعات اللجنة ستنصف الفلاحين الذين تعرضوا للضرر وستعالج الوضع الذي حصل نتيجة سقوط الأمطار والظروف الجوية. لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن اللجنة، لكن الحكومة شكلت هذه اللجنة بالتوجيه دولة رئيس الوزراء لغرض معالجة الأضرار التي نتجت جراء سقوط الأمطار والظروف الجوية التي حصلت في البلاد.